السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم دكتور اسماعيل. ربع كوبايه اللب السوري اللي هي المفروض تتاخد في اليوم، اللي هي بما يعادل 30 جرام، بيبقى فيها 163 كالوريز بحالهم، فيها 5 جرام بروتين، 14 جرام دهون مفيده لجسمك. هي مشهوره جدا بفيتامين اي والسيلينيوم، ودي حاجات مضاده للاكسده وبتساعدني على تقليل الالتهابات في جسمي، فهتقلل الكوليسترول، فهتقلل من حده امراض القلب والشرايين، وبتقلل الضغط معايا، بتظبط سكر الدم، فهتساعدك لو بتخس. القشره لوحدها فيها 2500 ملي جرام من ملح، تشتري اللي من غير ملح تماما. اتمنى اكون فدتك. شكرا.